وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تحذيرات بالجملة للحكم جوشوا بوندو الذي سيدير مباراة الجزائر والكاميرون اليوم في ذهاب الدور الفاصل. كما حذر رئيس اللجنة التحكيمية الدولي الإيطالي كولينا كل الحكام الذي سيديرون المباريات الفاصلة. وقال الحكم الجزائري محمد زكريني اليوم في تصريح للإذاعة الوطنية: الحكام تنتظرهم عقوبات قاسية جدا في حالة الوقوع في الخطأ. كما أضاف: كل الحكام تحت الرقابة، وداخل المستطيل الأخضر تحدث أشياء لا يمكن انتظارها.